I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. ليلة لو باقي ليلة عمري أبيها الليلة وأسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر. ما الذي يدعو المتعبين إلى اللعب؟ ما الذي يدعو الحزين إلى الغناء؟ وما الذي يأتي بشاعر مثلي إلى احتفال كهذا؟ اللعب زيارة قصيرة لعالم بديل، ساعتان من المساواة والعدل. فلا ترى فريقا يلعب بأحذية نفاثة مثلا وفريقا حافيا، ولا فريقا مسموحا له بالركض في طول الملعب وعرضه، وآخر يحتاج لاعبوه تأشيرات ليجتازوا خط الوسط. وعندما تكون الكرة في الميدان فالتسديد مسموح به للفريقين، وفي النهاية يبقى الجميع بصحة جيدة. لم يسل إلا العرق ولم يعلو الصراخ إلا تطوعا. ليست هذه لعبة يا سادة، هو شيء تقترحه هذه البلاد والشعوب، بل لم تزل تقترحه البشرية على نفسها منذ كانت. حلم عمره ساعتان وعمره الأبد يقترب كلما حاولوا إبعاده. هذا الذي يدعو المتعبين إلى اللعب، وهذا هو الفوز الحقيقي في نهاية المطاف. قال الشافعي: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. هي الحياة، وإن طال الأمد تنصف الصادق الجسور دائما، كما قال مؤسس هذه البلاد. فلا همنا من بار فينا وغرنا بحكي الضحى في ذي برد الظلايل، وسرنا وسيرنا الإله وعانا، ولا ردنا كثر العضل والعذايل.